الصورة اللي انتوا شايفينها دي مش من افغانستان، ولا دول نساء جماعة طالبان، دي من اسرائيل، ودول نساء جماعة يهودية متشددة اسمها الحريدين، وهم جماعة ضد الصهيونية وضد المرأة وضد اقامة دولة اسرائيل، وبيعتبروها امتداد لحالة الشتات، واللي بيأكدوا انه هينتهي مع بعثة المسيح عليه السلام. قبل ما نبدأ ياريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، واتمنى انكم تساعدوا في انتشار الحكاية. كلمة حريدي هي أصل كلمة حريدين، ومعناها التقي أو المتدين أو الخائف من الله، ولكن يقال في بعض المصادر إن كلمة حريدين مشتقة من كلمة حرد، واللي معناها بخل وغضب واعتزل الناس. ويهود الحريدين هم يهود أرثوذكس أصوليين متشددين وملتزمين بشكل صارم بالتعليم اليهودية الأرثوذكسية أو قوانين الهلاخة زي ما بيسموها. والحريدين يهود لكن مش صهاينة، لأنهم بيرفضوا الصهيونية ورافضين فكرة إقامة دولة إسرائيل، لكن رفضهم مش رفض مطلق. هم شايفين إن الوقت اللي قامت فيه دولة إسرائيل وقت خطأ، وإن معاد قيامها هيكون مع قدوم السيد المسيح، وان الدولة اللي هتقوم وقتها هي اللي هتلم شتاتهم، ولان المسيح في نظرهم لسه مجاش فمش معترفين بوجود الدولة ولا اجهزتها الادارية ولا بالحاخامية ولا بالهويات الاسرائيلية ولا حتى بالمحاكم. وشايفين كمان ان المفروض المجتمع اليهودي ما يمشيش وفق قوانين وانظمة دنيوية، ولازم يلتزم بقوانين التوراة وتعاليم الكتب المقدسة، وعشان كده بيمتنعوا عن المشاركة في الاحداث السياسية، وبيرفضوا تجنيد ولادهم في الجيش، لأنهم بيعتبروا الجيش مفسدة للأخلاق المجتمعية وتهديد للقيم الدينية وتعاليم التوراة. الغريب أنهم في 48 رفضوا المشاركة في حرب التحرير، وأكدوا أنهم ما عندهمش عداء مع العرب والفلسطينيين، وأن العرب والفلسطينيين من حقهم يحاربوا اليهود والعلمانيين لو هم عايزين ده. طيب إذا كانوا ما بيتعاملوش مع مؤسسات الدولة، هم حياتهم ماشية إزاي؟ هقول هم مقاطعين المؤسسات الإسرائيلية، لكن في مقابل عندهم تجارهم أطبائهم ومنظمات ومؤسسات خدمية تخصهم في كل مكان بيجتمعوا فيه، وعندهم المحاكم الخاصة بيهم، وبيدرسوا في مدارس دينية خاصة بتعليم الدين وتفسير التوراة. أما المواد العلمية زي الطب والهندسة والحاجات دي فبيدرسوها من باب الضرورة، يعني علشان يقضوا احتياجاتهم وبس. أما الفن والموسيقى والفلسفة والعلوم اللي من نوعيتها فدي من المحرمات، وليهم إعلامهم الخاص من مجلات وجرائد بيطبعوها لنفسهم بنفسهم، ومواقع إلكترونية كذلك. والجرائد والمواقع الإلكترونية القائمين عليها استحالة يعرضوا صورة واحدة ست، حتى لما بيصوروا الحكومة الإسرائيلية بيغلوشوا على صور الستات قبل ما يعرضوها، والسبب هتفهموا بعد شوية. وطبعا نمط حياتهم مختلف عن باقي الطوائف اليهودية، بيكرهوا الحياة العصرية وبيعرضوا العلمانية، لدرجة انهم بيوصفوا العلمانيين بالقمامة، وبيشوفوا اي تقدم او تحضر على انه بدعة حرمها الرب، والإيمان بالحضارة هو ابتعاد عن اليهودية، وإن أي تطور في حياتهم هيجيب في ديله استحداث وتطور جديد، وبكده هيؤدي لزوال اليهودية من وجهة نظره. وعشان كده ما بيستخدموش الأدوات الحديثة زي التليفون والتلفزيون إلا في أضيق الحدود. والحريديم حسب الإحصائيات الرسمية بيشكلوا 10% من تعداد سكان إسرائيل، يعني في حدود 1,000,000 شخص، وهم الطائفة الأكبر نموا في إسرائيل، لأنهم بيزيدوا بمعدل 3 أضعاف بقية اليهود، وده لسببين. أولهم إنهم بيتجوزوا في سن صغير بيبدأ من 13 سنة، وتاني سبب إنهم ما بيؤمنوش بتحديد أو تنظيم الناس فبيخلفوا كتير. وبيعيش الحريدين في مناطق منعزلة خاصة بالحريدين وبس، زي حي مآت شعاريم وحي بني باراك في إسرائيل، لكنهم منتشرين في عدد من الدول زي أمريكا وروسيا وبولندا وغيرها، وبرضو أنماط حياتهم هناك هي نفسها الموجودة في إسرائيل. ومن غرائب وعجائب الطائفة تحرمهم الخروج برا البيت يوم السبت، وبيطالبوا كل اليهود بعدم الخروج يوم السبت. كمان بيتكلموا لغة اسمها الإيديشية، وما بيتكلموش العبرية إلا قليل جدا، لأنهم شايفينها لغة مقدسة مجاش وقت استخدامها، والوقت اللي بيقصدوه متزامن مع نزول سيدنا المسيح عليه السلام. وبالمناسبة هم مش مؤمنين بأن سيدنا المسيح اترفع للسماء وهينزل تاني قبل يوم القيامة، هم مؤمنين أنه لم يبعث من أصله، ومستنيين
مسمينه ومحددين أوصافه واسمه المسيا. ومن عجائبهم كمان إن شغل الرجالة في الطائفة هي الدراسة، يقعدوا كل يوم يذاكروا، ومش بيذاكروا أي علوم، هم بيذاكروا التلمود. أما أكلهم وشربهم ومعيشتهم فالمسؤول عنه الستات. الستات هم اللي بيشتغلوا ويدبروا المصاريف ويمشوا البيت، بخلاف معاش بتصرفه لهم الدولة. ولبسهم مميز جدا، فالرجالة منهم بيلبسوا بلطو أسود طويل وبنطلون وبرنيطة سود، وشكلهم معروف عندنا. كمان بيلبسوا حاجة اسمها الطليق، وده شال مخصوص للصلاة، لونه أبيض وطروفه فيها شراشيب معقودة بطريقة معينة وبتتسمى التزيت زيت. وشال الصلاة ده ليه طقوس خاصة جدا، وممنوع تلمسه المرأة، ولو لمسته يا يشتري غيره يا يولع فيه. وكل يهودي حريديم من دول لازم يندفن بشال الصلاة بتاعه، بيشيله بس واحدة من الشراشيب المعقودة بتاعته، ودي حركة معناها انه خلاص مش محتاج يطبق الشريعة الدنيوية. وبيضفروا ضفيرتين من ورا ودانهم شبه ديل المعزة، وبيسيبوا دقونهم طويلة لحد صدورهم. وللحريديم شوارع خاصة بيمشوا فيها، وما بيمشوش في شوارع تجمعهم باليهود العاديين. وعلشان كده هتلاقي الشوارع فيها لوحات مرسوم عليها اسهم علشان توجه المرة للطرق اللي المفروض يسلكها الحريديم، او الطرق الخاصة بغير الحريديم. ويبقى نهار ازرق لو قابلتهم في الطريق واحدة ست مش حريديم، لانها تتعرض للسباب والاهانة، وممكن الموضوع يوصل لانهم يبصقوا عليها في الشارع. ليه؟ هقول. السبب هو ان النساء في الحريديم بتعتبر مخلوقات درجة 10، بتتساوى مع الكلاب والخنازير، وما لهمش اي حقوق على المجتمع او العيلة، لدرجة ان عندهم مقولة بتقول اذا وقع راجل وست في النهر فالمنقذ لازم ينقذ الراجل اولا، لانه بيحيي وصايا الشريعة. اما الست مخلوقة للبيت وبس. والستات في الحريديم ملزمين بعدم التبرج ومجبرين على لبس الفرانكا، ودي ملابس سودة وطويلة مغطية كامل جسمهم بتشبه النقاب، لكنها مغطية الوش كله، وعشان كده بيسموا نساء الحريديم بأمهات طالبات، وده السبب اللي بيعرض النساء للإهانة في الشوارع، لأنهم مش ملتزمات بالزي المحتشم أو زي الحريديم. وفي فرق مخصوص بتفتش على الزي ده في الشوارع، اسمها فرق المحافظة على العفاف والاحتشام، بتطارد النساء وممكن تقتحم البيوت بحجة الإخلال بالاحتشام، ولازم يفصلوا في المواصلات العامة بين الرجال والنساء. تلاقي الأوتوبيس من دول مفصول بستارة من النص، وفي ناحية رجالة وناحية ستات، وصوت الستات عورة حتى لو كانوا بيقروا الأدعية بعد الصلاة، وممنوع عليهم المشي في الجنازات حتى لو كانت الجنازة لأقرب المقربين ليها، لأن الشيطان حسب معتقداتهم بيفرح لما بيشوف المرأة. كمان ممنوعة من تأبين أبوها أو أمها أو زوجها أو أخوها أو ابنها، لأن كلامها بينجس الميت، ولازم تحصل على رخصة طهارة شهرية من الحخام، وممنوع عليها تطبخ أو تلمس أي شيء يخص جوزها، وتنام في أوضة غير اللي هو نايم فيها، ولازم بعد كده تطهر كل شيء لمسته بإيديها خلال فترة العزر الشهري. والمرأة في الحريديم ممنوعة أنها تتكلم في الموبايل لو كانت في الشارع أو في مكان عام، ومحرم عليها المشاركة في الحياة العامة. ومعظمهم ما بيتعلموش، لأن اللي هيعلمهم راجل وهو الحخام، فما ينفعش تقعد مع راجل. وبيقولوا من الأفضل حرق التوراة بدل ما تعلمها لوحدة ست، وبتعتبر الست في الحريديم ملك لزوجها، من حقه يضربها ويأدبها بدون نقاش، وفرض عليها تغسل له وشه وإيديه ورجليه، وفلوسها من حقه سواء الفلوس دي اشتغلت بيها أو لقيتها أو جت من ممتلكتها. كذلك هو أول شخص بيورثها لو ماتت، وعشان كل اللي قلته لك وكتير غيره، يعتبر فكر الحريديم وأيديولوجيتهم مشكلة بتواجه الدولة الصهيونية، وسبب في عدد كبير من مشاكل الداخل الإسرائيلي، بسبب اصطدام الفكر العلماني للصهاينة بالفكر المتشدد ليهود الحريديم، واللي بيتسبب في صراعات بتقوم من وقت للتاني جوه الدولة، وبتتسبب في هجرة بعض المستوطنين من مكان لمكان علشان يجنبوا نفسهم العداء والصراعات اللي بتحصل، وده اللي بيخلي الحكومة تدور على أماكن جديدة في النقب لبناء مستوطنات جديدة حتى ولو على حساب الفلسطينيين. بس كده، يا رب ما اكونش طولت عليكم، وما اكون حكيت لكم الحكاية اللي كانت معايا النهاردة بشكل مبسط وسهل. كان معاكم أخوكم ناصر حكاية. سلام عليكم.